فانا كنت عايز اسال حضرتك، احنا عندنا اكتر من 50 محترف في الخارج، رغم ذلك لما بنيجي نختار بنختار من قائمه المحليين الموجودين وبعض اللعيبه المحترفين اللي هم بارز اسمائهم. بالنسبه يا ريت تديني الليسته بتاعت ال 50 ال 50 يا ريت عشان اقول لك كام شو عليهم. والله العظيم لو اديتني الليسته ال 50 لو انا هو حاسس لحضرتك قللوا شويه. طيب مين المحترف ومين اللي ماشي كويس في الاحتراف دلوقتي؟ محمد صلاح الوحيد. في محترفين الوحيد والنني دول موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. المحمدي موجود ولا مش موجود؟ موجود. مين ده؟ علي غزال بتاع سبورتنج. ايوه علي غزال في لسه، بس هم طب ما هو علي غزال. استنى بس، علي غزال جابه مش علي غزال جابه ولعب ماتشات. انت رايك مش محترف؟ ايه رايك؟ لا مصيبه، يبقى كل محترف يصلح لمنتخب مصر. طب حضرتك شايف ان بقى الصبح ما تجيب بقى ال 50 بقى كامل ال 50 ده الصبح حركتها ابو تريكه. رمضان الصبح حركتها ابو تريكه. لا لسه بقى عشان نكون منصفين، ما تسمعش كلام المعلقين. اه حضرتك شايف. طب انا بقول لك ما تسمعش كلام المعلقين اللي يقول لك ده خليفه لسه بدري. هيعمل حاجه مع الاهلي؟ مين؟ رمضان الصبح ان شاء الله هيبقى نجم. لاش بس لسه زي ما قلت لك مش عايز اقارن. هو الكراسه اللي عايز يعني. مش عايز اقارن يعني، مش عايز اقارن النار يعني التاريخ. ابو تريكه تاريخ وادى وبطولات ومشوار مع المنتخب ومشوار مع النادي ولا سهل يعني. لا 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 مش عايزين مقارنه، لان المقارنه عايز يسأل. خليفه يبقى لسه بدري، ما تقدرش تقول دلوقتي ثلاث ماتشات ولا اربع ماتشات. عشان كده بقول لك الساده المعلقين برضه لازم يهدوا اللعب شويه، لازم يهدوا اللعب. اتفضل يا استاذ. استنى بعد محمد صلاح في تشيلسي، حضرتك رايك ايه رايح فين؟ ناجحت ولا انا شايفها محمد صلاح مش هياخد حظوظه زي بازل، مش هياخد حظوظه، لان مورينيو من النوع المشاركات يعني. من النوع اللي دايما بيحب اللعيبه تبقى ملتزمه تكتيكيا. محمد صلاح راجل بيحب يلعب حر، حلو لعب، بيتحرك كتير في اماكن كتير يعني. مكان بيلعب في منتخب مصر تلاقيه في اليمين في الشمال. مورينيو من النوع اللي يلتزم، اذا كان النهارده محمد صلاح بيلعب في الجنب اليمين يبقى في الجنب اليمين لازم يؤدي دور دفاعي مع الهاف مع الباك، لازم يبقى في جنب بيؤدي دور منهم محمد صلاح. مورينيو من النوع اللي كده، عشان كده ممكن مشاركه محمد صلاح هتبقى على فترات وهيبقى في توقيتات من الماتش. طب اللي هيبقى كابتن الصفقات اللي معرفش وجهه نظري الشخصيه يعني. مع عودة الجمهور يا كابتن للمدرجات؟ انا طبعا اتمنى يا كابتن الجماهير، اتمنى ذلك، بس اتمنى كمان مش انا اتمنى ذلك، بس اتمنى ان الجماهير كمان لازم تكون تمثال للجمهور لازم التحديد. لا انا شو انا بعشق الالترس يعني، بعشق الالترس والناس اللي شفنا ان هم قدموا ودول دول من الناس برضو اللي بشكرها جدا جدا على مساندتها ليا ومساندتها للفرقه في الظروف الصعبه دي، ودول من العوامل اللي ساهمت في الفوز بالبطوله، لان كانوا بيجوا الملعب وبيجوا الفندق وشجعونا. ولكن وانا برضه قدمت رساله وقلت لهم اتمنى من كل قلبي ان انتوا تبعدوا عن حته اسمها السياسه، مفيش دعوه بالسياسه، خليكوا تابلو جميل اللي كنت بشوفه من خمس سنين. تابلو جميل حضرتك شايف يعني، ما تيجي تجيب لقطات للنادي الاهلي وهو بيلعب من خمس سنين وتجيب الالترس في الملعب تحس تابلو مش جمهور كله والوكالات مش جمهور، بس تابلو متصور جميل. في 2006 يا كابتن فارس، 2006 كان رائع جميل. وهو تصورك لاعاده قطاع الناشئين لمحادثة شاب المواهب خلال الفتره الجايه اللي حضرتك كنت يعني شايف المواهب داخل قطاع الناشئين، حضرتك طلعت كتير من الناشئين، ايه هو تصورك؟ هل انت عندك تصور مثلا حطيته للنادي قدمته للنادي خصوصا طلع مواهب جديده؟ لا هو بص، اصل المواهب انت ما بتشوفهاش من خلال الدوري مناطق دوري على مستوى الجمهوريه، بتشوف من خلال اللعيبه بقى ما بتبتدي تلعب وتبتدي تشوفها تحت عينيك. النهارده ده نجم، النهارده ده بروميسنج مش بروميسنج، تقدر النهارده بتشوف حتى النهارده البروميسنج النهارده بتبقى خلاص حاطه في تفكيرك. لو انت قفل لقيت النهارده واحد في مرحله سنيه اقل زي رمضان صبحي والنهارده حسيت انه نجم، طب ما النهارده بتجيبه بقى، النهارده لازم تنمي الولد النهارده يلعب ومسابقه اعلى زي ما انا كنت بعمل مع رمضان صبحي. اختيار موفق للكابتن عبد العزيز عبد الشريف ان هو يبقى رئيس قطاع الناشئين. اه اصل تولى المهمه قبل يعني، ده اختيار موفق وشايف تولى المهمه قبل كده وخبرته كويسه طبعا. في بعض الانديه دلوقتي يا كابتن زي نادي الزمالك بدا ان هو يجيب
مدير فني اجنبي لقطاع الناشئين او بيبقى مخصص لقطاع الناشئين بس. دي كانت فكره عملها الكابتن صالح سليم لما عمل مدرسه الكوره وجاب كورفا. فحضرتك شايف ان التجربه دي هتنجح ولا وهتتعمم بعد كده على الكوره المصريه بحيث ان يبقى كل نادي قطاع الناشئين بتاعه مدرب مدير فني اجنبي؟ انت النهارده عندك انديه امكانيات النهارده ان اللعيبه بتاعه الناشئين والنهارده يكونوا متفرغين ويكونوا على منظومه النهارده برشلونه منظومه النهارده ريال مدريد ولا والكلام من ده. طب حضرتك شايف ان ده الوقت المناسب النهارده الوحيد اللي هيتعامل معاهم المدرب المصري انه عارف ظروف يقول لك اصل اتاخرت عشان المدرسه اصل انا النهارده عندي درس اصل انا الاتوبيس النهارده وقف اصل البطاريه بتاع الكاوتش مش عارف ايه فاهم. النهارده مدير فني اجنبي هيجي النهارده هيقدر يستحمل هذه الظروف؟ كابتن فتحي ايوه عادي. كابتن حضرتك كنت قريب جدا من الكابتن حسن حمدي واعتقد في الفتره الاخيره قريب برضه من المهندس محمود طاهر. بعد التغيير اللي حصل ده وقدوم المهندس محمود طاهر لرئاسه النادي الاهلي، هل حضرتك حسيت بتغيير او رايك في المجلسين؟ لا بص انا مش عايز اتكلم في مجالس الاداره ومش عايز اتكلم في السياسه لان دي انتخابات طبعا كانت القوانين بتتحط 8 سنين وخلاص وجه محمود طاهر. ولكن زي ما قلت لك انا احترم واقدر كل مجلس اداره الانديه عشان كده انا كمان تعاملي يا استاذ تعاملي في حدود. النهارده انا راجل بشتغل مدير فني او مدرب ماليش طلبات عند مجلس الاداره لان النهارده عندي مسؤول قطاعي. يعني انا مسؤول قطاع الشباب خلاص. انا النهارده لما بيبقى في اي حاجه النهارده بتتقدم لي المشرف العام على الكوره والمشرف العام على الكوره من خلال مجلس اداره. انا ما بتعاملش مع مجلس اداره ابدا الا لما كنت صحيح ما كان في لجنه كوره كابتن حسن حمدي والخطيب وكابتن طارق ومي ما كانوا بيعوزوني في هذا الاختبار. ولكن ان انا يعني بيبقى في تاتشات عاليه قوي قوي مع مجلس اداره بصراحه ببعد دايما نفسي عن جد. طب بس انا هسال بعد اذن حضرتك، هو ايه راي حضرتك في فكره ان احنا كمنتخب مصر نكرم منتخب الجزائر ونعمل معاه مباراه وديه على اداء المشرف اللي هو اداه في كاس العالم؟ اتهالي شعور المصريين وانت حتى بتتفرج على شاشات التلفزيون وشاشات المصالحه والشاشات الكبيره في الميادين وفي الكافيهات هتشوف شعور المصريين نفسه كان مع فرقه الجزائر بالظبط. يعني انا بقول لك انا كنت شعوري مع الجزائر وكان منتخب مصر كده يعني انت شعور المصريين فدي هي دي الخيط تاخده وتقول ان احنا فينا علاقات بين مصر والجزائر في كره القدم. انا شايف علاقات كانت بتشوه بعض الخلافات وبعض التعصبات وبعض المناخ ولكن دلوقتي الساعه مهيئه النهارده ان انت فعلا تعمل ماتش مع الجزائر وتروح الجزائر وتلعب ماتش هتلاقي الجمهور بيستقبلك هناك احسن استقبال. اخبار اليوم كانت قدمت المبادره ليه جميله فلسه بيتم التنسيق مع جميله وانا كنت سامع المنتخب هيعمل ماتش في تونس وماتش في الجزائر الفتره اللي جايه. احنا كنا عايزين نستضيفهم هنا في مدينه شرم الشيخ منها تنشيط السياحه ومنها تبقى مصالحه للشعب الجزائري. انت بقى اعملها رايح جاي يعني ده الصح طبعا ده الصح عشان النهارده لو انت بتدي برضه منتخب الجزائر وطن انت بتكرمه في بلده هو في نفس الوقت يجي لك عشان يخف من حده التوتر بين الجمهورين وتخلي الماتش ده يمكن بجماهير كمان عشان يبقى احسن. كابتن فتحي يلا عيسى كده عشان التحكيم المصري لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. انا كنت بؤيد جدا التحكيم المصري لما جم كلموني قالوا لي حكم اجنبي ولا مصري قلت لهم خلي المصريين يحكموا خلي المصريين ياخدوا حقهم لان الحكام المصريين هيحكم ويحكم كويس ويحكم بالعدل وخصوصا مش واقع تحت ضغط جماهيري لان مفيش جماهير. وقف كابتن من وجهه نظرك جدا اذا كان هناك اخطاء اي حكم بيخطا في كاس العالم مليانه اخطاء قلت الكلام ده حركة على نيس اه وقلت الحكم المصري وشكرت الحكام المصريين كلهم بعد المباراه بعد المباراه. يا فندم هل نجحت الاكاديميات العالميه ثم صناعه نجم مصري في الوقت الحالي من وجهه نظر حضرتك؟ السؤال مش فاهم. الاكاديميات العالميه اللي هي انديه بتيجي تعلي برشلونه ريال مدريد اللي هي موجوده هنا في مصر اللي هي سانتوس انت شايف ان هي بتفرغ مواهب انت شفت حد دلوقتي حد منهم مواهب؟ لا ما شفناش ما تسالش تاني انت لا انا بسالك كده شفت حد منهم؟ النهارده لو قدم لك النهارده اثنين على الساحه جه قال لك ده من اكاديميه برشلونه النهارده راحوا النادي الاهلي او راحوا النادي الزمالك او راحوا النادي المقاولي او
وابتدوا النهارده فعلا يبقى ليهم نجوميه، تقدر تقول ان فعلا في بصمه. هنقدر نقول في بصمه في بصمه. لا يا مش وهم، هي النهارده النهارده بتشتغل ايه؟ بتشتغل شغل استثماري. لو في اكاديميات هنا شغل استثماري شغل سانتوس في مسميات كل دول عاملين لنا مسميات 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 بتتوافق مع اسم الاكاديميه. واتمنى واتمنى من كل قلب ان فعلا جزء الاستثمار ده يبقى طبعا حقه حقه، والجزء الثاني انه يفرح ناس فعلا بحيث ان على المستوى يا ريت يا ريت يبقى لهم دور مؤثر في كره القدم وفي امداد الانديه بالنجوم. كابتن فتحي، بالرغم من فوز الاهلي بالدوري اللي فات، بس الجماهير برضه عندها حلقه لا اول مره يشوف الفريق بيتعرض لكم الهزائم ده. الاهلي في الفتره دي مع اللعيبه اللي اشتراها والعائدين من الاصابات قادر على المنافسه على بطولات الموسم الجديد؟ السؤال عايز برضه ايه يعني من شقين. يعني الجماهير قال ايه؟ انا برضه يعني فرصة احنا خدنا الدوري بس فرصة. في فرصه انا ما مسكت فيها زي لا وكنت سايب الدنيا زي الفل. اديني فرصه انا بتكلم على ايه؟ بقول لك اديني فرصه. بالعكس الجماهير كانت سعيده جدا جدا جدا، الناس كانت مبسوطه وكل الدنيا كانت مبسوطه الحمد لله. وزي ما قلت لك انا اكتسبت حاجه اكتسبت حاجه الحمد لله رب العالمين في حياتي الرياضيه كلها ما اكتسبتهاش، هو حب الناس. لان حب الناس حست بالفرقه وحست بالظروف، وخدت بطوله في مواقف صعبه جدا ما اتهزمتش. انت لعبت كام ماتش حضرتك؟ انت لعبت كام ماتش لما مسكت الفرقه دي؟ لعبت كام ماتش؟ بالكونفدراليه بالكاس بالدوري حوالي 12 13 ماتش 12 تقريبا. الحمد لله ما فيش تعادل وفوز. ارجع انت بالتاريخ كويس. انا عايز سؤال بسيط. اتفضل اتفضل. هنشوف الكابتن فتحي مبروك فين الفتره الجايه، وحضرتك مع الوقت المناسب ان عمرو جمال يحترف ولا لا؟ بص اولا بالنسبه لي لسه عمرو جمال دي مش رافض. بالنسبه لي لسه طبعا ربنا سبحانه وتعالى اللي يقلب على الطريق الصح او الطريق الكويس او الطريق اللي ممكن الواحد يستفاد منه. ولكن مبدئيا مبدئيا طبعا هرجع لفريق الشباب مبدئيا، الا اذا كان في عرض من احد العروض من انديه وده فيها استقرار كويس، فيها منظومه كويسه، مش اي حاجه. عشان طبعا انا مش لا مش حاجات اسمك حكايات تاريخك. انت عشان تروح حته برضه لازم هتشتغل ولازم تبدا. مش عايز اروح حته النهارده الاقي فيها معوقات وفيها حاجات. واللي تفضله حضرتك ايه؟ اللي تفضله انت حضرتك ايه؟ الاهلي يا زمان. الاهلي ولا لا؟ انا مش هضرب يعني حضرتك دلوقتي بتضرب بقى. هتقول لي هتقول لي ما انا عارف من زمان. ده انت اللي قلت دلوقتي يا ابني من زمان. الاستاذ خالد لسه بيحكي معايا جيران كده جيران قدام جيران قدام شارع ابو المحسن الشاذلي اللي ليها ذكريات يا ابني شارع ابو المحسن الشاذلي والبتيه وال يعني حضرتك ممكن توافق انك تجرب فريق تاني؟ هو برنس يعني وممكن توافق انك تجرب فريق تاني؟ اذا بقول لك اذا حسيت ان انا هروح هشتغل هشتغل وهعمل حاجه منظومه كويسه ماديات كويسه ماديات كويسه عندك قماش كويس تشتغل بيه. مش هتروح النهارده ان اسم فتحي مبروك ولا روح يمسك كابتن سليمان كده. انا عندي بس لحضرتك حضرتك كنت مدرب النادي الاهلي واحنا هنا اغلبيه زملكاويه في البعض. كنت عايزين نعرف خليك فيه بس في ناس اهلاويه يا راجل احنا اهلاويه. لا ابدا انا جاي الاقيهم بس لا هذا السؤال تسأله لكابتن حسام ميدو وليس أنا.